بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. إن شاء الله النهاردة هنستكمل مع بعض محاضرات التصميم الإنشائي، و المحاضرة دي تقريبا رقمها 54. وإحنا كنا استكملنا في المحاضرات اللي فاتت أجزاء معينة خاصة بحسابات المومنت ومرحلة التشريق في الخرسانة وحسابات الشير وإزاي هنسلح للشير، بس ما خدناش أمثلة على ما أذكر يعني، وخدنا كيفية حساب طول التماسك وطول التراكب اللي ممكن يبقى موجود في الحديد عشان يضمن إن ما يحصلش انفصال ما بين الحديد والخرسانات. إن شاء الله هبدأ أكمل السلسلة، وربنا سبحانه وتعالى يكرمنا، وبعتذر لحضراتكم عن التأخير الشديد اللي حصل والانقطاع اللي حصل، بس والله ربنا يعلم انه بيبقى غصب عن الواحد، شوية مشاغل وبرضو احداث الثورة والشغل اللي اتوقف والخسائر اللي حصلت. يعني نحمد الله سبحانه وتعالى، وطول ما ربنا مدينا عمر ومدينا نفس ان شاء الله يعني باذن الله هوفي بالوعد، وان كل معلومة عندي باذن الله هحاول اطرحها في المنتدى لكل الزملاء. طبعا انا بقى مش بتكلم على خبرة الهندسة، لان ما شاء الله المنتدى مليان بناس فكرهم الهندسي عالي جدا وكثير الاطلاع، ربنا يا رب يوفقهم جميعا. ويعني ان كانت في معلومة هنا بتضيف اوكي، ما كانتش في معلومة او في معلومة خطأ، يعني هم بصراحة بيتناولوا الدورة بنوع من التحليل الجميل اللي بيخلينا ننطلق الى مشاكل كتير. خلال الفترة اللي فاتت أنا برضو اطلعت على المنتدى واطلعت على بعض المشاكل اللي كانت موجودة في المشاكل الهندسية طبعا اللي كانت موجودة في بعض الزملاء، يعني ربنا يكرمهم يا رب، بيغطوا أسئلة مهمة جدا وبيغطوا أسئلة حساسة، إنما يعني تلاحظ لي أن في بعض النقاط بتبقى غير مثارة سواء في منتدانا هنا أو في أي منتدى آخر، فأنا حبيت كل منتدانا السابق في بعض النوعيات من المنشآت الخرسانية أو من الأجزاء أو العناصر الخرسانية داخل المنشأ. منها كان في سؤال تم إثارته على ما أذكر في المحاضرة رقم 23، وكان السؤال كان على الحلقات أو الكاميرات اللي هي بتبقى دائرية. يعني نفترض ان شاء الله على بركة الله يعني هنبدأ بعد، يعني ان شاء الله يا رب اتمنى انكم تكونوا قابلين، اعتذار يعني على التأخير اللي حصل غصب عني. لو احنا فاكرين كان في مشروع على ما اذكر كنا احنا بصدد شرحه معماريا عشان يبقى مطابق لشروطات الترخيص وما الى ذلك، واتكلمنا في هذا المشروع ومعماريا يعني، فهنفترض ان انا هبص بس يعني عليه بصه كده واقول لحضراتكم فين الاماكن اللي ممكن نعمل فيها دورانات او كاميرات دائريه ان بلين، يعني في المستوى الافقي وليس في الاليفيشن، مش في المستوى الراسي. في المستوى الراسي يعني مراجع كتير تناولت هذا الموضوع وسهل الاطلاع عليه وسهل حساباته، انما اللي انا بتكلم عليه دلوقتي هو الكاميرا في المستوى الافقي، ودي يعني من انا متذكر هو ده المشروع اللي احنا كنا بنشرحه وعملناه 3 ادوار وعملناه برج، وحتى يمكن البرج ما استكملناهوش، يعني ربنا يسهل لي يا رب واقدر اراجع جزء من المحاضرات اللي فاتت او احد الزملاء يتبرع ويتكرم علينا ويقول لنا ايه اللي احنا يعني شرحناه وكان ناقص المفروض ان احنا نستكمله عشان برضه نبدا نستكمل اي جزء كان ناقص. نفترض ان انا عندي كاميرا زي دي، انا طلعت بدي زي برج، نفترض ان انا ما عملتش ده برج مربع بالمنظر ده، ومعماريا جالي رسمه من المهندس المعماري او طرأ ليا ان انا هعمل كاميرا او خليني حتى هنا كده، وخليني اعمل كاميرا بالمنظر ده، كاميرا دائريه على المنشأ من بره، وعايزين نعرف انشائيا الكاميرا دي اللي هي الدائريه دي ازاي احلها. يعني نفترض ان المشروع بتاعنا بدل ما كان البرج بالمنظر ده كده مستطيل، لا احنا قلنا هنا هيبقى فيه كاميرا دائريه نفترض، والكلام ده وارد يعني الكلام ده موجود كتير جدا في المنشآت بتاعتنا، برضو كاميرا زي دي ممكن تبقى كاميرا دائريه. يبقى انا هنا بصدد حسابات
التصميم او نقول الستريننج اكشن اللي هتحصل على هذا النوع من الكاميرات، ازاي احسبها؟ ازاي اعملها التسليح بتاعها؟ ازاي اعمل الحسابات بتاعتها؟ انا هتناول هنا عملية التحليل، وازاي احسب القيم اللي بتؤثر على هذا النوع من الكاميرات اللي هي الكاميرات الافقية في هذا المستوى. الكاميرا دي ممكن نلاقيها برضو متوفرة بصورة شديدة جدا في، نفترض ان انا عندي تانك ارضي مثلا، تانك الارضي ممكن جدا يبقى انا عندي فيه كاميرا دائرية على السلابة بتاعته من فوق، او على السقف بتاعه من فوق، وممكن في اللبشة بتاعتي اللي انا بعملها تحت خزان دائري اخلق كاميرا دائرية تحت الجدار بتاع التانك نفسه، على اساس ان انا ازود الاستفنس الموجوده تحت الايه، تحت الجدار بتاع التانك، واعمل فيه سمكات مختلفه للفشه بحيث انها تكون كبيره تحت الجدران وصغيره في المنتصف وما الى ذلك، وده بيوفر لي اقتصاديا في حسابات المنشا بتاعي. يبقى احنا دلوقتي هندرس موضوع وجود كاميرا دائريه بالمنظر ده. اذا كان عندنا في كاميرا، الكاميرا دي ممكن تبقى نوعين، يعني الكاميرا دي ممكن تبقى جزء من دايره زي ما انا عملتها من شويه كده، يبقى حاجه صغيره. كاميرا زي دي كده ممكن يبقى هي جزء صغير من دايره، مركز دايره فين الله اعلم بيه، هو موجود في مكان ما، ممكن اجيب نصف القطر بتاع الدوران، وممكن يكون ده مش دايره، ممكن يكون على شكل اليبس مثلا او جزء من اليبس، فده له حساباته وده له حساباته. هنتكلم على الشكل الاكثر انتظاما، وهنتطرق منه الى الاشكال المعقده في حسابات هذا النوع من الكاميرا. اتفقنا مع بعض ان احنا هنشرح الكاميرا ان بلان او في المستوى الافقي، كاميرا دائريه في المستوى الافقي، سواء كان في سبورت ما في سبورت او في عدد معين من السبورت هيتواجد على محيط الدايره، ده كله هنشوفه مع بعض باذن الله تعالى في الجزئيه دي من شرح الدوره. بسم الله الرحمن الرحيم. نفتح اللي هو الملف الاصلي اللي كنا بنشرح فيه الامثله، عشان ده برضو بيذكرني باللي احنا شرحناه في الدوره. ان شاء الله انا هبص بص على الاجزاء اللي احنا شرحناها هنا علشان اعرف برضو ايه الاجزاء اللي ناقصه، وان حد ساعدنا يبقى كتر خيره. يبقى احنا بصدد نفترض ان انا عندي في اكزامبل او مثال صغير، انا عندي كاميرا، الكاميرا دي البلاطه دي نفترض ان الديامتر بتاعها مثلا سي نقول 10 متر، خلينا في ارقام صغيره الاول كده، نفترض انه 7 متر مثلا. عندي بلاطه، البلاطه دي دائريه، القطر بتاعها حوالي 7 متر. عندي في مجموعه من السبورت ممكن تبقى محيطه بشكل منتظم على محيط الدايرة، وخليني اعمل سي كولم كده صغير، كولم 1 3 5، خليني اخد الكولم ده واعمل له بس ايه موف كده، هسحب العمود ده، اسف، هاخد العمود ده من منتصفه، يعني من المركز بتاعه، وهمشي بيه افقي الى ان يقطع الدايره بتاعتي. ونفترض ان في توزيعه معينه من الاعمده موجوده هنا، انا هعمل ده اري، هعمل له اري حوالين المحور، سيلكت اوبجكت، هختار الاوبجكت. طبعا انا مش بشرح اوتوكاد، بس انا معلش برضو في ناس بتتضايق على فكره من ان انا بستعمل الاوتوكاد، معلش انا يا جماعه برضو من الجيل القديم، يعني الحمد لله ان انا فاستعمالاتي في الوورد وفي الحاجات دي بقعد اكتب الورقه في ساعتين يعني، فالناس تعذرني، انا بتعامل مع الاوتوكاد شوية أسرع والله في الشرح، والمهم إن أنا أوصل معلومة، يعني مش المهم إزاي أوصلها، المهم المعلومة توصل.
او الفكره بتاعتنا توصل ان شاء الله للساده الزملاء، وربنا يقدرني يعني واقدر ادرس حاجه توفر لي شويه. عملت شرح في الباوربوينت، بشوف انا شروحات حلوه خالص، انما انا ما بصراحه لا عندي وقت بامانه يعني، يعني اتعلم بقى خلاص سن كبر يعني. الحمد لله رب العالمين. هنا انا هعمل، انا عملت اري وعملته بولر اري، ما عملتوش ريكتانجلر، واخدت العنصر بتاعي والتقطت برضو المركز بتاعي. وهنفترض ان انا هعمل كده برضو، نزود 4 تاني، يبقى انا هخلي ده 8 بالعدد كده، خلي 8. وهبص بص على الشكل بتاعي، ماشي قبلته كده تمام. انا عملت كده مجموعه من السبورت حوالين الركيزه بتاعتي، عملت مجموعه من السبورت. هاخد اوفست بس عشان اوضح الكاميرا بتاعتي جوه وبره، ادي شكل الكاميرا. ونخلي الجزء الداخلي ده ونعتبره مع بعض زي سنتر لاين، هنعتبره مع بعض سنتر لاين تمام، وندي له بس لون مختلف تمام. يبقى انا كده عملت شكل البلاطه بتاعتي، والبلاطه بتاعتي انا عملت لها اكتر من سبورت زي ما احنا شايفين كده. ممكن جدا اجيب طول الكاميرا المنحنيه ببساطه من ادوات البرنامج. انا اللي بيهمني في هذا الموضوع ان انا هتعامل مع السنتر لاين، انا دايما في الكاميرات الدائريه هنتعامل مع السنتر لاين بالمنظر اللي انا هوريه لحضراتكم دلوقتي. ونفترض ان انا عندي ادي المحاور بتاعتي برضو هنا، بس هاخد سناب هنا عشان اخد من على الميدل على طول، التقط النقطة دي والتقط النقطة دي خلاص. هاخد ده هعمل له ميرور بس يبقى انا كده. الخطوط اللي انا بعملها دي هي خطوط عمل وليست ملهاش علاقه خالص بالاستراكشرال بالمنشا بتاعي. ومنها بعمل الحسابات او هشتغل عليها الحسابات اللي انا عايزها ان شاء الله. يبقى انا عندي هنا يعني نتخيل ان انا في عندي رينج بيم، في عندي كاميرا كامله الاستداره ومنتظمه الاستداره، وده النوع السيمبل خالص النوع البسيط ان اتكلمنا عليه. وقلنا هنا في مجموعه من السبورت، ادي كاميرا، ادي 2، ادي 3، ادي 4، وفي 4 تحت، في عندي 8 كاميرات. يبقى انا عندي دي مجموعه الكاميرات اللي هي موجوده. ان اتكلمنا عن حسابات الكاميرات اللي هي الدائريه، عموما هي بتبقى معرضه الى احمال راسيه، المفترض ان فيها بعض الاحمال الراسيه اللي هي بتتواجد. وانا بدات بالكاميرا اللي هي الكاميرا الدائريه بسيطه خالص، ومن المتوقع ان يكون في عندي المؤثرات اللي هتؤثر على هذا النوع من العناصر الانشائيه. في عندي عزوم، في عندي شير، في عندي عزوم لي، في عندي عزوم لي، وعزوم اللي دي هنطرح لها جزئية خاصة بيها، عشان برضو لو كان في ناس بتتكلم على احيانا لما بنيجي نعمل ابراج وبنعمل لبشة معينة فبيحصل اكسنتريستي على اللبشة، وفي احيانا بيبقى في تورشن، يعني بيتواجد احيانا التورشن على الاساسات، فنعرف برضو ازاي ان شاء الله هنتعامل مع هذه النوعية من الاساسات. يبقى احنا عندنا النوع ده من الكاميرات، ده نوع امبلان، يعني ده هنقول ده مسقط افقي. في عندنا طبعا كاميرات بتبقى موجوده على مسقط راس، يعني بيبقى انا عندي هنا في ركيزه فيكسد وان اليفيشن، اللي انا هرسمه ده ان اليفيشن. في عندي كاميرا بالمنظر ده، دي ان اليفيشن. يبقى في فرق بين النوع ده من الكاميرات والنوع ده من الكاميرا. دي كاميرا في الاليفيشن، ودي حساباتها ايسر بكتير جدا من الشغل اللي احنا بنتكلم عليه. يبقى دي كاميرا ليها 2 سبورت، وادي الكاميرا جايه لي بالمنظر ده. الكاميرا دي ان اليفيشن، فانا بنقدر نحلها بسهوله، انما الكاميرا دي امبلان،
الكاميرا دي في المستوى الافقي. اذا الكاميرا المنحنيه في المستوى الافقي، هنفترض ان نص القطر بتاعي اللي هو نص قطر الدوران او نص قطر الانحناء هنديله رمز وليكن ار، نديله رمز ار، وهنتخيل ان مركز الانحناء اللي هو نقطه تقاطع، نقطه تقاطع كل هذه الكاميرات او مركز دوران لكل هذه الكاميرات، انا افترض اورجن او مثلا اللي هو المركز بتاع الدايره بتاعتي، يبقى ده مركز الدايره اللي انا هشتغل عليه. وهبدا استقطع بقى جزء من الدايره دي علشان ابدا اشتغل عليها انا. معلش انا بس وقفت تسجيل عشان ما يبقاش تسجيل طويل وانا بشتغل، يعني بحط رموز او بحط حاجات بس اضاحيه للشرح. انت خيلت في الجزء ده من الكاميرا الدائريه، انا في سلابه انا هتتشال على الكاميرا الدائريه، طب افترضت ان الاورجن بتاعي او ان مركز استداره هذه الكاميرا هو او، افترضت عندي نقطتين A و B وهبدا اشتغل على الكاميرا اللي ما بين A و B، هشتغل دلوقتي على الكاميرا اللي ما بين A و B. كل اللي بعمله ان انا بوصل كل ده بالاورجن، يبقى ده نص القطر اللي انا سميته R، عندي هنا نص القطر اللي سميته R، وادي النقطة A وادي النقطة B، وافترضت ان الزاوية المركزية المحصورة ما بين بداية ونهاية هذه الكاميرا او بداية ونهاية هذا العنصر الانشائي هو 2 سيتا. طبعا انا بالنسبة للشكل المنتظم اللي انا عملته ده، الزاوية دي تقريبا 45 درجة، يعني 2 سيتا بتساوي 45 درجة، يعني سيتا بتساوي 22 درجة ونص تقريبا. بالنسبة للنوع ده من الكاميرات هتتعرض الى احمال بالطبيعة، احمال رأسية، فهيحصل لها انحناءات، وبالتالي لو انا حبيت اجيب الشغل بتاعي عند اي نقطة على مسار هذه الكاميرا، عند اي نقطة على الكاميرا، فهلاقي ان مركز ثقل الاحمال ورد الفعل في احد جوانب القطاع عند النقطة دي بيكون بعيدة تماما عن المحور الطولي، بتبقى بعيدة عن المحور الطولي. طبعا ده هيؤدي الى ان هذه الكاميرا او ان هذه النوعية من الكاميرات تتعرض الى عزوم لي. يبقى هنا هنتطرق الى حسابات عزوم اللي حوالين المحور الطولي عند قطاع هذه الايه الكاميرا. النقطة اللي أنا أحب إن أنا أوضحها، إن عزوم الانحناء اللي هتتواجد عند أي نقطة على هذه الكاميرا دي هتنتج من تأثير كل القوة المؤثرة على جنب واحد. طبعا من زي بالظبط لما كنا بنحسب زمان يا جماعة، لما كنا نحسب المومنت، لو أنا عندي كاميرا سمبل سبورت وبقول لك احسب لي المومنت عند نقطة، فأنا باخد يشمال القطاع يمين القطاع، يعني ما اقدرش اقعد احسب العزوم يمين وشمال، يبقى انا بعمل سيكشن او بعمل قطاع عند نقطه معينه وبحسب لكل القوى اللي موجوده على ايدي اليمين مثلا، بحسب المومنت الموجود عند هذه النقطه او من ناحيه الايه من ناحيه الشمال، سواء من هنا سواء من هنا، الاثنين بيدوني مومنت واحد عند نفس النقطه. اللي بيهمنا هنا ان عزوم الانحناء اللي هتتولد عند اي نقطه على هذه الدائرة او على هذا الجزء من الدائرة ده بيبقى ناتج عن حسابات القوى المؤثرة على احد جوانب هذه الكاميرا او حول المحور المستعرض للنقطة اللي موجودة على الكاميرا. في حالة الكاميرات اللي هي بتبقى منحنية بهذا الشكل، فبيبقى اتجاه المحور المستعرض هو اتجاه قطري، يعني لازم يروح لحد الايه لحد المركز، يبقى هو بيكون في اتجاه الايه في اتجاه المركز، وبالتالي فإن عزوم اللي عند أي نقطة هو العزم الناتج من جميع القوى المؤثرة حول المحور الطولي للكاميرا، حول المحور الطولي للكاميرا. يبقى دي بس جزئية عشان أفرق ما بين عزوم اللي والعزوم العادية اللي هو البندنج مومنت. لما نيجي نتكلم على الكاميرا زي دي، كاميرا مغلقة، وهنفترض هذه الكاميرا اللي احنا عملناها دي اللي هي مرتكزة على اكتر من عمود وهي كاميرا مقفولة زي ما احنا شايفين رينج بيم، نفترض انها عليها احمال موزعة بانتظام ولتكن W تم بر متر رن، يعني نفترض حمل مبدئي كده W تم بر متر رن من محيط الدايرة، نتيجة الايه نتيجة ان الشكل عندي هنا شكل متماثل، فبالطبيعة فبيكون ردود الافعال اللي موجوده على كل هذه الاعمده هي ردود افعال متساويه، بمعنى ان انا هجيب طول الكاميرا
او محيط الدايره اللي عندي دي، يعني ممكن احسب طول الكاميرا عند المحور بتاعها، بجيبه كذا متر، بضرب ده في قيمه دبليو، بجيب قيمه الحمل المركز، بقسمه على عدد الاعمده اللي موجوده وهي 8، فبيديني رد الفعل على كل عمود. يبقى دي نمره واحد، انا حسبت ردود الافعال اللي موجوده عند العمدان. ده نتيجة ايه؟ نتيجة تمثل الشكل اللي قدامي، انما الشكل ده ممكن ما يبقاش موجود في الطبيعة بهذا التماثل، انما احنا بنبدأ بالمثال ده وان شاء الله هنتطرق الى كل الاشكال الموجودة. طيب بالنسبة لي القوة القص وقوة العزوم، فاكرين زمان لما كنا بنيجي نرسم شكل الشير او شكل المومنت، فبنجد ان الشير فورس ديجرام هنجد انه تقريبا بينعدم في نص الركيزه، يعني جوازا خلينا اقول ان اقل قيم للشير بتتواجد في منتصف البحور، اعلى قيم للشير بتتواجد عند السبورت بتاعتي. وبالتالي هجد ان عزوم الالتواء بتاعتي برضه هتنعدم عند المركز ومنتصف كل بحر، او تقريبا هنلاقيها بتساوي صفر، يعني برضه هنا عزوم الالتواء سلوكها او قيم عزوم الالتواء بتبقى سلوكها شبيهة بقوى القص، وهي عكس تماما البندنج مومنت دايجرام. عند الشير فورس بيساوي صفر بنجد ان العزم الاقصى بيتواجد اللي هو الام ماكسيمم دايجرام، انما الام تورشن بنجد انه بينعدم عند منتصف هذه الكمرات وبيزيد عند مناطق السبورت. وعليه وبشكل عام انا عايز احسب دلوقتي قيم القوة القاصة وعزوم الانحناء عند الركائز. يبقى انا نمرة واحد عايز احسبها قيم القوة القاصة وعزوم الانحناء عند الركائز. عزوم الانحناء عند الركائز طبعا هي عزومة سالبة نيجاتيف مومنت. بالنسبة لي حسابات القص او قوة القص اللي بتتولد اللي هي الشير فورس، الشير فورس اللي هتتواجد هنا هي نفترض انها كيو او كيو او عشان يبقى رمز الى ان هذه القوة تتجه الى المركز، احنا بنرمز بيها، يعني انا هقول هنا كيو او رمزا الى المركز بتاع الدائرة. اما هاجي اقول على العزم ام هقول عليه ام او عشان يبقى بيتجه الى مركز الدائرة او مركز او سنتر بتاع الجزء من سنتر الجزء من الدائرة. لو انا هفترض ان انا هشتغل على المنطقة من ايه الى بي وكل الجزء ده مش موجود، يبقى برضه هوصل الاتنين دول ببعض، اجيب الزاوية المركزية اللي موجودة، وعايز احسب ام او وعايز احسب كيو او، وده عشان نقول ان القيم العزوم وقيم القص متجهة الى المركز. هنجد ان قيمة الكيو او هي عبارة عن دبليو اللي هي كثافة الحمل اللي احنا فرضناه اللي هو تم برميتر ران مضروب في الراديوس اللي هو نصف القطر مضروب في 2 سيتا على 2 على اعتبار ان هو يمين وشمال بينقسم الى جزئين، وبالتالي ان الكيو نون بتساوي دبليو في ار في سيتا، وسيتا هنا بالتقدير الدائري، هنا تمبر ميتر ران، وهنا نصف القطر اللي هو الخاص بدوران جزء الدائره المعني بالدراسه. يبقى هنا اقدر اجيب قوة القص من هذه المعادلة، يبقى كيو نون بتساوي دبليو في ار في سيتا. بالنسبة للام نوت، الام نوت اللي هي عزوم الانحناء، عزوم الانحناء هنا هتكون عزوم ايه؟ عزوم سالبة لانها موجودة عند الركائز وبتكون حول المحاور القطرية، حوالين المحاور القطرية اللي هي الاي نوت والبي نوت او البي او والاي او. يبقى عشان نحط حتى الشكل بتاعنا كده نقول مثلا ام او دي ام او، لو انا حبيت احطها مثلا في صوره اسهم، يعني خليني كده، يبقى ده شكل الايه الام او، ده اتجاه الام او خلاص. يبقى ده هنسميه ام او، يبقى العزوم. وطبعا هنا برضو نفس الايه نفس الكلام، يبقى دي ام او او كيو. بالنسبة لقيمة العزوم اللي هتتولد عند هذا النوع من الكمرات عند الركائز هي دبليو ار تربيع، والدبليو هنا تمبر متر ران يلي هو الحمل الموزع بالمتر طول، التمبر متر ران يعني الحمل طن لكل متر طولي، مضروبة في الار سكوير اللي هي نصف قطر الدائرة مربع نصف قطر الدائرة، نفتح قوس واحد ناقص سيتا في كوتان سيتا، سيتا اللي بره دي بالتقدير الدائري وهنا بتوضع بالدرجات كزاوية. يبقى من هنا اقدر اطلع قيمة الكيو نوت واقدر اطلع الام نوت. يبقى انا كده قدرت احسب حاجتين، قدرت احسب قوة قص وقدرت احسب العزوم.
قدرت احسب العزوم. انا لسه ما تطرقتش لحسابات عزوم الليل. طيب الكلام ده فين؟ الكلام ده عند السبورت، الكلام ده عند الركايز. طب نفترض يا جماعه ان انا عايز احسب عند نقطه ما، يعني عايز اخد نقطه معينه كده بقى في القوس ده واشتغل عليه. خليني اخد بس معلش كوبي من دي كده احضرها قدام حضراتكم، وخلينا اقول كل ده اشيله، نعمل قط دول، نعمل قط دول، ونخلي بس الجزء اللي هو المعني بالدراسة اللي هو ده. تمام، خلينا اقول ان انا عايز احسب قيمة العزوم وقيمة الشير عند نقطة ما، والنقطة دي انا هسميها بي، يعني ايا كان يعني مسمى النقطة، انا عايز احسب عند نقطة معينة اللي هي دي، عايز احسب عند النقطة دي بالظبط. هاجي ارسم النقطة هنا صغيرة كده، واقول ان انا عايز احسب عند النقطة دي، عايز احسب عندها قيم الكيو وقيم ام، يبقى انا عايز احسب كيو ام عند نقطة ما موجودة عند على محور الدائرة، وده طبعا اللي مهم بالنسبة لي. نفترض ان النقطة دي مثلا هنسميها النقطة رقم واحد او ايا كان رمزها، مثلا يبقى واحد، نقطة واحد، وعايز احسب كيو 1 وعايز احسب ام 1. اول حاجه هعملها او اول حاجه هدور عليها هشوف الزاويه اللي هي حصرتها ما بينها وما بين المحور، يبقى نمره واحد عندي، انا عندي كل الزاويه دي على بعضها كده، اتفقنا مع بعض ان هي بنسميها 2 سيتا. هاجي واخد المسافه من هنا لهنا، وهقول مثلا نقول ان الزاويه دي مثلا ولتكن فاي مثلا، للتقريب كده ناخد دي كده اهو ونسمي دي فاي، نسمي دي الزاويه فاي. يبقى الزاويه المحصوره ما بين الخط اللي انا عايز احسب عنده او عند النقطه واحد وما بين ايه، هفترض ان الزاويه دي انا سميتها زاويه فاي، يبقى الزاويه دي فاي اللي هي بالنسبه لنا اهي. هي دي قيمة الزاوية ايه؟ قيمة الزاوية فاي. علشان اقدر احسب قيم كيو واقدر احسب الام عند هذه النقطة، كل اللي انا هعمله هوصل النقطة دي بالنقطة دي علشان بس اقدر احط خط في السنتر بالظبط، يبقى انا عندي من المركز رحت على منتصف الوتر، ودي معادلة مشهورة او حسبة مشهورة خالص، ان انا كده بعمودي على الوتر، يبقى انا كده نصفت فعلا دايرة المركز ونصفت طول القوس اللي هو من ايه الى واحد، نصفته من هنا لهنا. طيب بالتالي تكون المسافة المحصورة ما بين الخط ده والخط ده هي قيمتها ايه؟ فاي على 2. يبقى المسافة الزاوية المركزية اللي محصورة لهنا هي مقدارها فاي على ايه؟ فاي على 2. وبالتالي لما اجي احسب قيمة العزوم وقيمة القص اللي عند هذه النقطة، يبقى انا هقول ان الكيو ولا وليكن هسميه باسم الزاوية بتاعته اللي هي الكيو فاي او الكيو 1 هتساوي دبليو اللي هي قيمة الحمل طم برميتر ران مضروبة في ار اللي هو نصف القطر مضروبة في سيتا، سيتا اللي هي كانت الزاويه الايه؟ الزاويه المركزيه اللي هي 2 سيتا هنا، اللي هي بالنسبه لي انا هنا ايه؟ 2 سيتا اللي هي بتحصر ما بين الاي والبي، ها يبقى انا هقول 2 سيتا واشيل من ال 2 سيتا الفاي، هو نفس القانون، هو نفس القانون، يبقى انا عندي الكيو ولكن الكيو هنا هتبقى الكيو على الزاويه المركزيه اللي سميناها فاي، الزاويه الكبرى اللي اسمها فاي، هي دبليو في الار اللي هو نصف القطر مضروبه في الزاويه المركزيه مطروح منها الزاويه اللي هي حصلت ما بين النقطه دي والنقطه دي. نقول القانون تاني، يبقى انا عندي الكيو نوت بتساوي دبليو في ار مضروبه في 2 سيتا، 2 سيتا اللي هي الزاويه المركزيه المحصوره ما بين بدايه ونهايه الكاميرا الدائريه، ناقص قيمة الفاي اللي هي المحصورة
عند بداية الكاميرا الدائرية وعند النقطة المطلوب حساب كيو عندها. وطبعا لما نقول 2 سيتا ناقص فاي يبقى دول بيتحطوا بالتقدير الدائري، ار طبعا نصف القطر بالمتر، دبليو تمبر متر ران، يبقى انا كده قدرت اجيب قيمة الكيو عند هذه النقطة. طيب لو حسبنا قيمة العزوم اللي هي ام عند بقى نقول ايه الزاويه المركزيه فاي، يبقى هي برضو نفس هذا القانون، ولكن هتزيد بعض الايه بعض الترمات. هنقول دبليو مضروبه في ار تربيع مضروبه، نفتح قوس الواحد ده هيتلغي، نكتب القانون. معلش انا هستاذنكم هكتب القانون بس عشان ما اخدش وقت من المحاضره على الفاضي، هكتبه واحطه قدامنا هنا. كتبت انا كده المعادله، يبقى انا عندي الام اللي هي تخص النقطة رقم واحد والتي تحصل زاوية مركزية ومقدارها فاي مع محور بداية العنصر بتاعي، قلت ان هي بتساوي ام بتساوي دبليو ار تربيع نفس المعادلة اللي فاتت دي، ولكن الترم اللي ما بين الاقاص هيختلف، مضروب في سيتا في ساين فاي. السيتا هنا هي الزاوية الايه؟ الزاوية المركزية، كامل الزاوية المركزية المحصورة ما بين بداية العنصر ونهاية العنصر عشان ما نتلخبطش. يعني انا مثلا هنا انا مسميها ايه؟ مسميها 2 سيتا، يبقى انا هنا في القانون هنا احط ايه؟ احط 2 سيتا، يبقى انا عندي سيتا دي او الـ 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 القيمة دي مش من نص الزاوية المركزية، دي معناها الزاوية المركزية المحصورة ما بين بداية العنصر او بداية الكاميرا ونهاية الكاميرا. ادي بداية الكاميرا وادي بداية الكاميرا وادي نهاية الايه؟ الكاميرا. الزاوية المركزية المحصورة بينهم انا حطيتها هنا ايه؟ حطيتها 2 سيتا، خلينا اقولها 2 يعني مش هتفرق. خليني الغي دي خالص بس اشوف الدايمنشن بتاعها 2، لا انا ادلت خالص. اوكي يبقى هي دي اللي اسمها سيتا، عشان يبقى بس الشكل ده مطابق للايه؟ مطابق للقانون. يبقى انا عندي هنا هي الزاويه المركزيه المقصود بها الزاويه المركزيه مضروبه في ساين فاي. ساين فاي اللي هي عباره عن ايه؟ الزاويه المركزيه المحصوره ما بين خط بدايه الجزء او الكاميرا بتاعتي والنقطه اللي بحسب عندها قيمه العزوم. النقطه اللي احسب عندها قيمه العزوم، يبقى سيتا هنا هتتحط بالتقدير الدائري هنا بالدرجات، زائد سيتا اللي هي الزاويه المركزيه في كوتان فاي زائد كوزاين فاي ناقص واحد، دي بتطلع لي قيمه المومنت طن في المتر لكل متر طولي. يبقى هنا انا قدرت احسب عند نقطه ما موجوده على الكاميرا الدائريه قيمه كل من كيو وام، وحسبت عند النقطه ايه وحسبت عند النقطه بي قيمة الكيو وقيمة الام. يبقى انا كده قدرت اوصل لحسابات او الى قانون حساب. طبعا انا مش بصدد ان انا اشرح منين القانون جه، انما انا بحط بعض المعادلات بس عشان تساعدنا وتساعد الزملاء في الحصول على قيم القص وقيم العزوم وقيم عزوم اللي هتحصل هنا، وبالتلاتة هاخد اللي هم التلاتة ايتمز دول وهبدأ اصمم بيهم الايه؟ الكاميرا، سواء كان مانوال سواء كان بواسطة احد البرامج المتخصصة. طيب قدرت احسب الكيو، قدرت احسب الام، كده انا فاضل لي قيمه عزوم اللي. قيمه عزوم اللي عند اي نقطه موجوده في على محيط الكاميرا الدائريه اللي موجوده قدامنا. يبقى انا دلوقتي فاضل لي احسب بس قيمه عزوم اللي عند نقطه واحد، والنقطه واحد دي مثلا هنقول ان النقطه بتصنع زاويه مقدارها فاي، بتصنع زاوية مركزية مقدارها فاي من بداية الايه؟ من بداية العنصر. يبقى دايما النقطة بتاعتي يا اما هسميها برمز يا اما هسميها بقيمة الزاوية المركزية اللي بتصنعها هذه النقطة مع بداية الايه؟ بداية العنصر. فهنجد ان الام تورشن او العزوم الالتواء التي تتولد عند هذه النقطة هي دبليو ار تربيع نفس القيمة بتاعت الام، نفس القيمة بتاعت الام، بس الترم بتاع الجزء الجواني ده كله بيتغير. فبنجد انه دبليو ار تربيع مضروبة في سيتا اللي هي الزاوية المركزية الكلية اللي هي بتحصل ما بين بداية العنصر ونهاية العنصر، في كوزاين فاي اللي هي الزاوية المركزية التي تصنعها النقطة اللي بحسم عندها الام تورشن، ناقص سيتا في كوتان فاي مضروبة في ساين فاي
ناقص نفتح قوس سيتا ناقص فاي، والجزء الترم ده الاخير بيتحط بالتقدير الدائري ونقفل القوس كده. اقدر احسب الام تورشن عند ايه؟ عند اي نقطه. يبقى عند النقطه اللي هي بتصنع زاويه مقدارها فاي مع بدايه الكاميرا قدرت احسب ثلاث ترمات. قدرت احسب الكيو، وقلنا ان الكيو هي عباره عن دبليو في ار مضروبه في سيتا ناقص فاي. ده الكيو نود دي والام نود دي او الام او والكيو او دولت هم عباره عن قيم عزوم القص وقيم قيم قوى القص وقيم عزوم الانحناء عند بدايه ونهايه الكاميرا. ده المعادله دي. طيب قيمه كيو عند نقطه تصنع زاويه فاي مع بدايه العنصر عند النقطه واحد، عايز احسب الكيو اللي عندها. الكيو اللي عندها هي نفس هذا القانون، ولكن السيتا دي بنطرح منها قيمه فاي. يبقى القانون بيقول لي ان الكيو عند واحد هي عباره عن دبليو في ار مضروبه في سيتا ناقص مين؟ ناقص فاي. الفاي الزاويه المركزيه اللي بتصنعها النقطه مع بدايه العنصر، فاي هي اجمالي الزاويه المركزيه اللي موجوده هنا. قدرت احسب ام عند نفس النقطة، قلت ان هي عبارة عن دبليو ار تربيع مضروبة في الترم ده. قدرت احسب ام تورشن عند هذه النقطة، لقيته ان هو عبارة عن دبليو ار تربيع مضروبة في هذا الترم. يبقى انا قدرت كده احسب عندي كيو، عندي ام، وعندي الام تورشن عند نقطة موجودة على الكاميرا الدائرية المستوية في المسقط الافقي. طيب علشان اقدر احسب قيمة الاحمال اللي هتجيني بقى عند الكولم اللي موجود عند النقطة ايه، يبقى هو عبارة عن ايه قيمته؟ اكيد هو عبارة عن 2 كيو دي، صح؟ لان انا عندي الكيو دي هي قوة القص اللي هي بتبقى موجودة عندي ها من الكاميرا اللي موجودة هنا، وعندي تاني جاي من الكاميرا اللي موجودة ها في الجزء اللي جاي هنا. يبقى هي عبارة عن، يبقى انا عندي الاي دي عند الاي بالظبط عند الركيزة دي هي عبارة عن 2 كيو نوت. او نقدر نقول ان انا احسب الكاميرا الدائرية كلها زي ما حسبناها كده، احسب الانويت بتاع الكاميرا دي، احسب دبليو تمبر ميتر ران مضروب في محيط هذه الدائرة، اطلع قيمة الاجمالي او التوتال الحمل الاجمالي، اقسمه على عدد العمدان الموجودة، هقدر اطلع قيمة الحمل اللي هيوصل لهذا الايه، لهذا العمود. فاضل لي ان انا احسب اقصى عزم لي واقصى قوه قص واقصى عزوم انحناء. يعني انا كده المعادلات اللي انا حطيتها دي هي معادلات لحساب عند بدايه ونهايه العنصر او بدايه ونهايه الكاميرا الدائريه، وعند نقطه ما افتراضيه تصنع زاويه مقدارها سيتا مع بدايه الايه، مع بدايه الكاميرا الدائريه. يبقى انا فاضل لي علشان اعرف اشتغل الكاميرا دي او اعمل لها ديزاين، ما اقدرش اقول والله انا عند النقطه دي انا طلعت الكيو طلعت الام وصممت الكاميرا، لا، ده انا المفروض اعرف ما فين مكان اقصى قص وقيمته، اقصى عزوم انحناء وقيمتها، مكان اقصى قوى لي عزوم لي ومكانها. علشان نقدر نحصل على هذه المعادله انا كده عندي ثلاث معادلات، عندي الكيو عند النقطه اللي بتصنع زاويه سيتا، وعندي الام عند النقطه اللي بتصنع زاويه سيتا، وعندي الام تورشن عند الزاويه اللي بتصنع زاويه سيتا. علشان اقدر اكيد اجيب اقصى عزوم او اقصى قوه قص او اقصى عزوم لي عند النقطه اللي موجوده على هذه الكاميرا، اكيد لازم هعمل تفاضل لقيم كل من كيو وام دي وقيم ام عند هذه النقطه. ان فاضلت المعادله دي هقدر اطلع قيم اقصى قص واقصى عزوم لي واقصى عزوم انحناء. وان شاء الله المحاضره الجايه هنستكمل مع بعض ازاي هعمل التفاضل وايه هي المعاملات في الكود الامريكي والكود البريطاني والكود المصري. هنحط الثلاث جداول جنب بعض اللي هم بيحولوا لي او بنقدر منهم نحصل على قيم القصوى لعزوم القص وعزوم الانحناء وعزوم الليل التي تؤثر على هذا النوع من الكاميرات بفضل الله تعالى. واسال الله لي ولكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.